قوليلي اللعبة بقى، قوليلي بالتفصيل عشان الناس تعرف أكتر. اللعبة دي فيها يعني كم مركز، وكل مركز دوره بيعمل إيه يا ندى؟ ماشي. هو اولا في اللي هو الباسير، هو ده بلاي ميكر، هو ده اللي بيمشي الملعب، بيرفع للعيبه عشان تضرب يعني. وفي مركز اربعه بيبقى اتنين منهم في الملعب، هو ده بيستقبل جنبي وبرده بيضرب. وفي بيبقى اتنين تلاتات، التلاتات دول بيبقى في نص الملعب، هم ولا بيستقبلوا ولا دفاع، هو بس بيضربوا بس. وفي اتنينات، الاتنينات ده بيضرب برده بس، لكن مش بيعمل دفاع بس. في معيار علشان نختار مركز من المراكز دي؟ لا مش قوي، بس لازم بطول يعني، كل الضريبه والبلاي ميكر لازم يبقى طوال، ده اهم حاجه يعني. وفي طبعا بيبقوا ناس قصيره بس بتبقى يعني عايزه مجهود اكبر، بتبقى ندى يعني بتبقى ندى بس. لكن الضريبه لو قصيره الموضوع بيبقى صعب قوي. لكن الضريب ده لازم يكون طويل علشان يبقى اسرع وصعب، ممكن برضه يبقى قصير شويه يعني. بلاي ميكر. التعامل مع المدير الفني بقى، كابتن حمدي الصافي، انا عارفه ان هو واحد من الناس اللي ليه فضل عليكي بعد ربنا اكيد في اللعبه دي. كلميني عن دوره واهلك ازاي، يعني لما صعدتي كمان للفريق الاول كان دوره ايه في الفتره دي معاك يا كابتن؟ لا هو انا طبعا اشكر كابتن حمدي على اللي عمله معايا، لان كابتن حمدي من ساعه ما طلعت هو بيشجعني يعني، اداني دفعه نفسيه ومعنويه جامده قوي، لان انا كنت برضو صغيره وبلعب جنب ناس كبار قوي واسامي واخدين يعني دوري كتير جدا، وانا لسه طالعه صغيره. بس هو كان اهم حاجه ان هو ما تخافيش، انزلي والعبي ما تخافيش، هتبقي زيهم، هتلعبي زيهم، هتبقي معاهم اساسي وكده يعني. بس ومن ساعتها لما هو يعني كان بينزلني ماتشات، ولا انت هتلعبي وهتعرفي تلعبي وهتبقي كويسه عادي، من ساعتها وانا الحمد لله عارفه يعني، خلاص بقى حاسه خلاص دي بقت فرقتي، مش بقتش ناشئه خلاص يعني. وانت كابتن حمدي الصافي، انت بتعرفي بقالك قد ايه بقى من وقت برضو دخولك النادي، ولا في الفتره اللي فاتت ديت بقالك قد ايه؟ لا طبعا كابتن حمدي عارفاه من زمان يعني، من زمان. اسطوره الكره الطايره يعني. انا فاهمه، لكن لكن لا انا بتكلم على تاثيره في حياتك والدعم اللي هو بيديهولك بقى بشكل شخصي انت منه ليكي. لا وانا ناشئه، كابتن حمدي كان بيجي يتفرج على ماتشاتنا وبيشجعنا. لا طبعا كابتن حمدي كان دايما معانا من وانا صغيره يعني. كلميني بقى عن مثلك الاعلى بس في لاعبات كره الطايره، مين بيمثلك مثل اعلى كنفس مركزي؟ هو سؤال صعب قوي. ليه؟ مش عارف يعني، هو انا اصلا ما بتفرج يعني، ما اعرفش ناس قوي من بره. لكن في مصر في ليبرات كتير حلوه يعني، في زي بيريت ديب كانت في الصيد، وفي ايسل في الزمالك، لا وفي نهال الشمس. فاحنا يعني احنا اللي هو دلوقتي الليبرات الموجوده، في مريم مصطفى طبعا كانت في الاهلي ودلوقتي اعرف في الصيد، لا يعني في ليبرات كتير كويس. وطبعا من الرجال باباكي ولا بابا اربعات، فاحنا ممكن نقول معوض ليبرو الاهلي يعني. بس لا بتكلم عن مثلك الاعلى في اللعب. بابا طبعا، باباكي طبعا.